بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. النهاردة معايا فقرة مواهب متنوعة، معايا 4 مواهب مختلفة متألقة، عاوزين نتعرف عليهم ونستغل كل ثانية في البرنامج النهاردة في هذه المواهب وإظهار هذه المواهب. نبدأ الأول نتعرف عليهم وبعدين نشوف المواهب بتاعتهم بدأت ازاي. اتفضلي يا حبيبتي. احب اقدم لكم نفسي، انا ملك معوض كامل، عمري 8 سنوات بمحافظة دمياط، مع قصيدة الملحمة كلمات الشاعر محمد المساعيدي. واحب اشكر محمد المساعيدي واحب اقول له الف سلامة عليه، بحبك قوي. بسم الله ما شاء الله، اهلا وسهلا بيك يا ملك. اتفضلي يا اشرقت، عرفي أنا نفسك. أشرقت ياسر أبو المجد من محافظة دمياط. أحب أشكر في الأول اللي دربوني، المايسترو خالد زاهر والمايسترو صلاح عبد الرازق. الموهبة بتاعتك غناء. غناء. وانتظروني إن شاء الله في فيديو كليب جديد ضحكة مصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله يا ملك، ربنا يوفقك إن شاء الله يا أشرقت. أهلا وسهلا بيك، اتفضل يا محمد. محمد وحيد السعيد هلالي، حافظة البحيرة، 15 سنة، وغبت الغناء. تمام، أهلا وسهلا بك يا محمد، اتفضل. أنا جنى صبري من المنصورة السنغلاوين، عمري 9 سنوات، موهبة الإلقاء. أهلا وسهلا بكم، نورتونا وشرفتونا النهاردة، ونحب نسمع الموهبة الأولى من ملك إن شاء الله. اتفضلي يا ملك، سمعينا حاجة على ذوقك بقى كده. مع قصيدة الملحمة كلمات الشاعر محمد المساعيد. قالولي مهزوم بالسكوت، واني مش قادر ارد، واني لو فكرت اموت، ان بيني وبين سلاحي 1000 سنة، مش اني جند صامت من جنودك، والكتيبة كان مشاف لما اقول الله اكبر تتحني كل الجبال. لو يموت النبض فيكي دم وهبي حياة، يا كل أصحاب الفخامة والسيادة، طول عمرنا عايشين كرام، وإننا لو متنا سادة، علموهم يعني إيه الدم غالي، علموهم يعني إيه شرف البيادة. الله أكبر الله أكبر، صوت أذان وجرس كنيسة. الله أكبر، دعوة واحدة، رب أحمد رب عيسى. الله أكبر، مشتاقين للموت بعزة. الله أكبر، مشتاقين نحضن ترابك يا أرض سينا وأرض غزة. الله أكبر، برسالة كانت من السما، صرخة حناجر عاشت سنين متكممة، واتفتحت كل الباب واتزينت كل البيوت، لفوا بشهيدي على الغيطان زلزلوا وهم السكوت. الله أكبر، برسالة كانت من السما، العدو لازم يموت، العدو لازم يموت. الله أكبر، زيني كل النعوش، لمي تجاعيد الزمن، وفردي كل الوشوش، وارسميني بلون خضارك، لوني بدمي نهارك، حلفت يما لاخد بطالك، والله عملوها الوحوش، والله عملوها الوحوش. فسجل سجل يا تاريخ وافتح بابك، عدل ارقامك في الكتاب، سجل يا تاريخ قول اسبابك، ليه حبينا ساعتها نموت، ليه بالدم روينا الارض، ليه ضحينا بروحنا عشانها، علشان نحمي الدين والعرض. اكتب يا تاريخ، تحيا بلادي تحيا بلادي، صلنا وفرد. شكرا عليك انت يا ملك، بسم الله ما شاء الله. مين اللي اكتشف فيكي هذه الموهبة يا ملك؟ ماما وبابا. ايوه، ربنا يخليهم لك حبيبتي.
طيب انت حابه الشعر الالقاء نفسه ولا عندك مواهب تانية بتحبيها؟ استعراض. بتعملي استعراض ل فين وفين لما بدخل مسابقه بتاعت استعراض. تمام. ربنا يوفقك باذن الله حبيبتي. ندي المايك لاشرقت. عاوزين نعرف يا اشرقت ازاي بدات موهبه الغناء معاكي؟ وانا كنت صغيره كنت على طول بحلم اني امسك مايك واقف قدام جمهور، كنت اصغر من ملك، فبقول لبابا انا نفسي امسك مايك واقف قدام جمهور كبير وكده. تتخيلي انك انت وداني مركز شباب استاذ محمد عبد السلام، هو اول من بدا معايا وليه جزيل الشكر. طب وانت عرفتي صوتك حلو ازاي وتقدري تغني؟ ما عرفتش هو يعني ساعتي ورحتي تنمي الموهبه من غير ما تعرفي ان صوتك بتعرف هو تغني؟ كنت صغيره مش فاهمه حاجه، يعني عايزه امسك مايك وخلاص. رحت تاريخها كانت مسابقه، خدت مركز اول على المحافظه من غير ما اعرف ان انا عندي الموهبه دي اصلا. وبديت وتدركت واتدربت ورحت الأوبرا، بس طبعا الكورونا وقفت المروحة الفترة اللي فاتت. ربنا ينزل الوباء ان شاء الله من الامور، لغاية ما وصلت اللي انا فيه ده الحمد لله. ان شاء الله خير وتحققي كل احلامك. عايزين نسمع حاجة على ذوقك يا اشرقت، حاجة تمام. بقى تبدعي فيها. انت غني بتغني حبك أصيل. كان عندك كام سنة لما بدأتي تغني؟ 7 سنين. 7 سنين. طيب بسم الله ما شاء الله، سمعينا نسمع حاجة بقى حلوة. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، يا زادي معزوة دي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا وميتي وهوايا. حبك أصيل زيك كده واحنا الدليل عالحب ده، وملوش مثيل في اللي ابتدى كمان ملوش نهاية. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، يا زادي معزوة دي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا وميتي وهوايا. يا أحلى شيء في عينيا وأغلى مني عليا، يا أحلى شيء في عينيا أغلى مني عليا. الحسن مال الدنيا بس انت حسنك آية، انت الجمال انت الغنى وانت الأمل انت المنى، وفيكي أحلى والغنى من قبل غنايا. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، أنا قلبي دايب فيكي ومن عيني أفديكي، أنا قلبي دايب فيكي ومن عيني أفديكي، ده أنا روحي منك ليكي أغلى أمانة معايا. أم البلاد يا أمنا يا عزنا يا مصرنا، عشتي لنا دمتي لنا لمجد ماله نهاية. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، يا زادي معزوة دي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا وميتي وهوايا. جميل قوي يا اشرقت، بسم الله ما شاء الله. جنى، عاوزين نعرف يا جنى انتي بدأت امتى موهبة الشعر معاكي؟
كانت المس علا كانت دايما بتدربني على الإلقاء، فماما كان عندها الموهبة دي طبعا، فماما اكتشفتها فيا وانا صغيرة لما كنت بحفظ وبلقي. تحية لكل أم طبعا مصرية اكتشفت موهبة عندها في البيت وساعت إلا أن تنمي هذه الموهبة. وبنطلب من كل أم، بنوجه رسالة اللي لسه ما اكتشفتش ولسه عندها أطفال صغيرين في البيت، أنها تكتشف هذه المواهب وتسعى إلى تنمية هذه المواهب الجميلة. أيوة يا جان. فلما كبرت بدأت أتدرب وأحفظ ووصلت التلفزيون زي ما انت وانت بتحب الشعر، قربي كده منك المايك وسمعينا حاجة بقى لحد بتحبيه من الشعراء. بتحبي مين من الشعراء؟ في أشخاص كتيرة هم دعموني وعطوني القصايد بتاعتهم واثقوا فيا إني أدبيب. اتفضلي. نسمع قصيدة دق الجرس كلمات الشاعر الكبير الأستاذ وليد مليك. دق الجرس دق الجرس وطلعنا نجري على الطابور، الكل واقف قال دي حكمة وكلمة وتعليمات، وفي لحظة كنا في الفصول الأبلة كانت أمنا كانت إيمان بيأمنا، فجأة تقول كل انتباه اكتب في وسط السطر مدرسة الحياة. قلت مش فاهم يا أبلة يعني إيه، ردت الأبلة علي مدرسة أبوابها فتحة للجميع، اللي يتعلم يفوز واللي يجهل هيضيع، اللي ماشي على السطور واللي ماشي تحت منها، اللي غايب مش مذاكر واللي حاضر عقله فاكر، اللي هامل فيها فاشل واللي ذاكر فيها ينجح، في النهاية كله مروح. قلت أبلة كله مروح بس من غير الجرس، لقي ابني في الحياة مليون جرس، لما صبحك يبقى ليل تشتكي من وحدتك وانت عليل، وانت في عز النهار عايز دليل، لما بحرك تختفي منه شطوطه والزمن يرسم على جبينك خطوطه، لما توبك تنسحب منه خيوطه لما جسمك ينحني من غرقه، لما يبقى الكل واقف وانت في وضع الركوب، لما تبقى ايدك العجزة عيون لما عقلك يوم يخون، لما بتكلم جدود كل شيء ماشي بدون، لما تتغير ملامحك لما تحزن على اللي مات قبل ما تسمع مسامحك، تشكي ضعف وانت يوم كنت الفرس، يبقى خلاص دق الجرس الله اكبر عليك يا جماعه. انت بتكتبي شعر ولا القاء فقط؟ انا ساعات كده ببقى اكتب واقولها بس ما بلحقش اكتبها. فانا لسه ببدا في الكتابه جديد يعني. ما فيش حاجات سجلتيها بالفعل كملت معاكي؟ لسه بكتب. وشعر بس ولا شعر وخطابه وحاجات تانية؟ لا شعر بس، يعني انا عندي الموهبه دي بس. طيب حبيبتي ادي لمحمد. محمد وحيد، انت بدات امتى بقى موهبه الغناء؟ بدأت هنا عندنا. كنت بغني في المدرسة وكنت حابة موهبة، بعد كده بابا وماما وقفوا جنبي يعني دعموك ونموا. ازاي بقى؟ عن طريق خدت دراسة مثلا ولا كورسات ولا عن طريق حد من الرخصين؟ كنت بروح الأكاديمية والأوبرا القاهرة وكسر الثقافة في دمنهور. تمام. طيب سمعنا حاجة يا محمد كده على ذوقك لحد ما تسلم ايدينك لحسن الجسم. تمام. تسلم ايدينك اللي في حب مصر بتضحي بسنينك، ياللي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، ياللي انت كنت شايلها دايما جوه عينك،
تسلم ايدينك اللي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عارفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. تسلم ايدينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعدي كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوه عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عارفك واللي قبلك واللي شافك بيد عليك باسم مصر الله يعينك. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة لاخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة لاخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. تسلم ايدينك يلي ما سبتش مصر ابدا وقت دقيقة، يلي انت ما تخليتش عنها لو دقيقة، يلي انت شايف مصر في عينيك الحقيقة. تسلم ايدينك يلي لمصر بس حسيت بانتمائك، وبكبريائها كان بيكمل كبريائك، وكتير ترابها تبل من عرق جبينك. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد برها، يلي مشيت وياها في السكة لاخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، اللي مشيت وياها في ساخرها من وقت كل ولادها عنك كبرها. الله جميل يا محمد. انت تحب مين من المطربين؟ حسين الجسمي وعبد الحليم حافظ. ده كأشخاص ولا بتحب تغني لهم؟ بحب أغني لهم كأشخاص. طيب أمنياتك إيه بكرة وبعده؟ تطلع زي مين فيهم؟ أنا أو عايز اللون اللي أنت تتبعه بعد كده تغنيه. اللون اللي أنا أتبعه بعد كده؟ هو هتدخل مهرجانات ولا ولا تغني؟ تمام. طيب أمنياتك إيه في المستقبل بقى؟ أمنيتي اللي أنا فنان كبير كده زي حسين الجسمي كده مثلا. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله تبقى زي حسين الجسمي ان شاء الله. ماشي يا محمد. ملك ملوكه. طيب ملك ملوكه مين مثلك الاعلى؟ مين مثلك؟ مين اللي بتحبيه من الشعراء وعايز تبقي زيه؟ العميد محمد هيكل. بسم الله ما شاء الله. بتعرفيه بقى وعارفه الاشعار طيب حافظه حاجه تاني لمين بقى كويسه وبتحبي تقوليها على طول؟ مع قصيده مصر الحياه كلمات الشاعر احمد عرابي. احنا مصر ارض الحاط، احنا ارض النيل والاهرامات، احنا عرب العالم قوي يعني ايه معنى انتصارات. مصر 100 مليون شهيد، مصر 100 مليون فرحة وعيد، مصر دي بلد أحمد عرابي ومنسي وفريد وطه وبلد أحمس وعم مينا ورفاعي والشعراوي، فحق فيها جاد الحق، مصر نور للعلم، واسمعوها في الإذاعة واشهدوا لها في كل ساعة، احنا أطعمنا العالم وقت ما كان في مجاعة، مصر دي بلد الأصالة والطيابة، مصر حلوة جميلة يابا، احنا أسود ما بننكسرش، احنا جيش ما بيتهزمش، ننحني لله تعالى، ننحني بس ما ننكسرش، احنا أصل كل الديانات، احنا مهد كل الرسالات،
واسألوا إدريس وموسى والعديس المصري يوسف، زدنا عفة وشرف رجال، ده احنا مصنع للرجال، في كل يوم احنا في أحسن حال. مصر 100 مليون شهيد، مصر 100 مليون فرحة وعيد. افرحي يا أرض المنارة، نوري للجاهلين ظلمهم، حققي للطامحين أحلامهم. مصر ضحكة ما تتنسيش، فيها أموت وأحيا وأعيش. مصر 100 مليون شهيد، 100 مليون فرحة وعيد. شكرا. شكرا لك يا ملك، انت اللي اشرقت. عايزين نسمع حاجه كده خفيفه فيها، انتوا نورتونا وشرفتونا النهارده، عايزين نسمع حاجه كده على ذوقك نختم بيها هاي الحلقه. دميني دوبيني رقيني في الحنان، خديني طهريني واغسليني من الاحزان. دميني دوبيني غرقيني في الحنان، خديني طهريني واغسليني من الأحزان. يا أصل الكون يا طهرة يا جنة الإنسان، الدنيا ما تسوى حضنك ولا يسوى الزمان. يا أصل الكون يا طهرة يا جنة الإنسان، الدنيا ما تسوى حضنك ولا يسواش الزمان. أنا في حضنك يا أمي بحس بالأمان، أيوة بحس بالأمان. قوليلي طمنيني عن رحلة الطريق، دفيني نوريني بكلامك البريء. قوليلي طمنيني عن رحلة الطريق، دفيني نوريني بكلامك البريء. يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة، لولاكي ما يبقاش معنا ولا نبضي للحياة. مشواري بدايته انت وانت منتهى، ايوه انت منتهى. ماشي يا حبيبتي، ابدعتي يا اشرقة، بسم الله ما شاء الله عليكي. نسمع حاجة على السريع كده من جنى، يلا بقى عايزين نستغل كل ثانية احنا النهاردة عشانكم، بس نسمعكم النهاردة. نسمع قصيدة مصر لازم يوم تعيش. أيوة. الشاعر الكبير كده، الأستاذ رضا أبو الغيط. تمام. مهما أبكي مهما أبكي الدموع مش راح تفيد، المفيد تجيبه لطار ابن الشهيد. اللي فيا مش شوي، اللي فيا مش شوي، والدموع اللي في عينيا دم سايل من الوريد. ابني شلته من ايدي، ابني شلته من ايدي، ابن قلبي نور عيني، والعيون مش عارفه تبكي، والعيون مش عارفه تبكي، علي مات ولا علي. ابني كان هو اللي لي، ابني كان هو اللي ليا، دمه حنة وفي ايدي. مش هسيب دار الشهيد لو دفعت ألف دي. ابني كان دي باللي ليه، ابني كان دي باللي ليه، كنت بيه بعرف طريق. كان له عكازي في حياتي، كان لأخويا وكان صديق. ابني كان ملوش زي، ابني كان ملوش زي، يوم ما سافر قال لي جاي، واللي جت هي هدوم، واللي جت هي هدوم، والشهيد في الجنة حي. اللي ضحى عشان نعيش، اللي ضحى عشان نعيش، واللي هيضحي يعيش. كلنا لازم نضحي لاجل مصر اليوم تعيش، لاجل مصر اليوم تعيش،
لاجل مصر اليوم تعيش. شكرا يا جنى. وبقصيدة جنى نكون انتهينا من الفقرة في حلقة هذا البرنامج. تحياتي وتحياتي ليكم، وأتمنى أن نكون استمتعنا مع هذه المواهب المتألقة. تحياتي أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء في حلقة أخرى من برنامج بيت المصريين. تحياتي، كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس زياد صلاح، مطور المنظومة الأمنية ومخترع جهاز تحكم الطائرات بدون طيار، والمدير التنفيذي والمؤسس لشركة برو تكنولوجي سيستمز للأنظمة الأمنية والطاقة الشمسية، فائز بالمركز الأول في تطوير المنظومة الأمنية بمبادرة فكرتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تكريمه من سيادته شخصيا، واستكمل تطوير المنظومة الأمنية بالكلية الفنية العسكرية، وتم عمل جهاز تحكم مصري للطائرات بدون طيار، وتعاونا مع شركة برو تكنولوجي سيستمز ومؤسسها مستر زياد صلاح، عمل بوابات تعقيم للمساجد والجامعات والمؤسسات ليساعد في الحد من انتشار كوفيد-19 وتخفيض بنسبة خصم 20% على كل بوابة أو جهاز يساهم في ظل هذه الأزمة لجميع محافظات الجمهورية. العنوان: محافظة سوهاج، مدينة جرجة، خلف الجوازات الجديدة.